بالمناسبة أنا بحبك يا عاطف. بكرهك. قلتلك. قلتلي. بحبك. بكرهك. نرجع بقى للساكن الجديد. أنت بتشتغل إيه يا أستاذ خالد؟ أنا آي تي يا فندم. والآي إس تي ده بيعمل إيه بالظبط؟ آي إس تي يا فندم، أنا آي تي يعني مهندس كمبيوتر، بصلح كمبيوترات، بوصل شبكات. جاسوسية. جاسوسية؟ أنت طلعت أبيض خالص. لا يا فندم، مش جاسوسية يا فندم، أنا بعمل شبكات نت، يعني ممكن هنا في العمارة نوصل نت وكلنا ندفع الاشتراك سوا. يعني ممكن فعلا نوصل نت، دي حاجة جميلة جدا. ده بيقول اقتراح. اقتراح هايل على فكرة. بيقول فكرة، بيقول فكرة حلوة أوي 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 يا أستاذ. يعني مش عنده اقتراح لذيذ. لا يا حبيبي، احنا هنا عمارة محترمة، ولا نت ولا شت. احنا هنا العمارة بتاعتنا اسمها برج الصفا والمروة، مش البرج المايل. احترم نفسك، احنا هنا عندنا بنات، عيب. مفهوم يا باشمهندس؟ انا قاعد مستنيك من بدري. خير؟ خير. اصل النت عندي من الصبح مش عايز يلوج ان، فقلت اكلمك تصلحهولي. لما انا غيرت الباسورد عشان لقيت ناس بتخش على حاجات مش كويسة. معقولة؟ ده الكلام ده يجيب الفقر، واحنا عايزين ربنا يبارك لنا في عمارتنا. بص حضرتك، دخلي كلمة السر وانا هناقش الموضوع ده في الاجتماع اللي جاي. ابقى فكرني بقى في الاجتماع اللي جاي ده، ابقى اقول اسماء الناس اللي بتخش على الحاجات دي عشان مراتاتهم يعرفوا. ليه؟ يعني ربنا يسترهم واحنا نفضحهم. بقول لك، خد مفتاح الاسانسير عشان انت طالع، وخد مفتاح السطح كمان، وخد رمضان عشان لو احتجت اي حاجه. تسوقي، انا بحبك يا تسوقي.